حضرتك تعاقدت مع فريق ياباني الفترة المقبلة عشان يبقى محضرهم مع مصر، فهل ده ممكن يأثر على تركيزك مع منتخب مصر؟ وإزاي هتعرف تتابع الدوري المصري واللاعبين المصريين في الفترة اللي هتكون متواجد فيها في اليابان؟ My coaching staff has done a great job. I've been watching games, learning the talent, not just in Egypt, but also all around the world. We have a number of players that now that we brought from North America. This is not just a job in Egypt, this is a job that is about Egyptian talent all over the world. So I think help us make a lot of progress on that end. When my job in Japan starts, it will be no different. You know, I have a great staff here on the ground. I will stay on top of everything I need to as far as the Egyptian national team is concerned. And we'll prepare for that in February window. And hopefully we're very close to qualifying, if not qualified at that point. Okay. تاني حاجة هو نفس الفكرة، هو مش بس متابعة الدوري، احنا من ساعة ما الكوتش ابتدى الوظيفة بتاعت الخميس في المنتخب، احنا الستاف كله هو بيتابع معانا يوم بيوم، بنشوف كل حاجة، بيتفرج على كل الماتشات، بيتابع على كل الديتيلز، بيتكلم شبه يومي في اجتماع أسبوعي. بس غير كده هي بس مش متابعة اللعيبة المصريين في الدوري. كوتش بيتابع كل الموارد المصرية في العالم كله، احنا النهاردة عندنا اثنين او ثلاث لعيبة جايين من دوري جامعات في امريكا، وفي لعيب من كندا، في لعيبة تانية الكوتش متابعهم وهيجوا من امريكا من دوري جامعات، ممكن يجوا معانا الويندو الجاي، ممكن الويندو اللي بعديه، هي نفس الفكرة، هو هيفضل متابع يوم بيوم اللعيبة في انحاء العالم، اللعيبة المصريين في انحاء العالم مش بس الدوري المصري. فمفيش أي تأثير من فكرة إنه ماسك فرقة، إحنا ستاف كبير جدا، في ستاف في أمريكا وستاف هنا، فالستاف كله شغال على المتابعة دي مع الكوتش لغاية بالذات عشان الويندو بتاع شهر فبراير، بس الويندو اللي جاي واللي بعده هو الكوتش الموجود هنا لغاية الويندو.